تضحك تضحك لك الدنيا. ليست هذه مجرد مقولة خالدة تدعو للسعادة، ولكنها حقيقة علمية تؤكدها الدراسات والأبحاث. فالضحكة التي ترتسم على الشفاه يبعث صداها العافية في خلايا الجسم ويبث الصحة في القلب. فوفقا لدراسة علمية جديدة، فإن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا يمكنه أن يحسن مؤشرات عمل أعضاء الجسم. الدراسة أشارت إلى أن الضحك المنتظم ينظم عمل القلب والكبد والرئتين، كما أنه يساعد على تحسين نوعية النوم ويحمي من تأثير الإجهاد. وأوضح الأطباء أن الاهتزازات التي يسببها الضحك تحفز الدورة الدموية وحركة الأعضاء الداخلية، ما يحميها من الركود. كما أشاروا إلى أنه عند الضحك تنخفض نبضات القلب وتتسع الشرايين ويزيد إفراز الأجسام المضادة، كما ترافق هذا زيادة في النواقل العصبية التي تسمى هرمونات السعادة. وكل هذه العوامل تقوي المناعة وتسمح للإنسان بالتخلص من التوتر النفسي. وتأتي هذه الدراسة كغيرها مؤكدة أن الضحك هو المسكن الوحيد بدون أعراض جانبية، وأن أضيع الأيام تلك التي لا نضحك فيها.